عايش. بيت ليك ولك افتح. كيف بدي اعيش؟ كيف بدي اعيش وهو مات؟ مات لانه كان معي. تعرفت علي جوات الكادر، اليوم رح تتعرف علي برات الكادر. انا زينة مكي. هيك حنقضيها اليوم. Earth، عن جد أنا ما بعنف بس اليوم ما بعرف شو في. So this is our walk. Earth عم تتغنج، عاملة حالها princess ورح مشيها هيك. بيسكلي أنا رح أمشي يعني مشي. كتير بحب الخضار لأنه كنت عايشة بالكويت، خلقت هوني كل 18 سنة وجيت لهون. ما عندي هالإكسبيرينس إنه أعيش بقلب خضار، فاكتشفت حبي لهالشي. بحياتي ما كنت اتخيل انه ازرع شيء. بضحك انه نقلت على هيدا البيت، اول شيء بزرعه انا وامي هو بطاطا. ما بعرف ليه بطاطا. عندي كذا شيء، يعني I have a small garden على الشباك. وريسنتلي جبت بلانت، اتس ا جابانيز بلانت اسمها الكوكيداما. بجابان بيقولوا انه هي بتجيب الحظ، فهلا الجمعة عندي ان شاء الله تفتح معي يعني. الورك بيس تبعي على البار. هون بعمل كل شيء بيسكلي، باكل، بشتغل، بكتب، بقرا. في شيء ما كتير ناس بيعرفوه عني انه قبل ما اقدر ادرس دايركتينج كان عبالي يكون اركيتكت. بحب كل شيء فينتج، بحب الخشب، في قصص كتير انا زدتها على البيت، بحب الحجر، بلس اي لاف مودرن ستاف، سو عملتهم بتاتشات صغار بالبيت. بحس كل شيء بيشبهني. مش معقول شو اشتقت. الباليه هو الباشن من انا وصغيره. ما بعرف ليه هالقد بحب هيدا النوع من الرقص. هلا امي كانت تعمل جيمناستيك، صار معي سكوليوس واضطريت اعمل عمليه. حتى من بعدها ما قدرت كثير كفي ارقص. هلا اضطريت وقف لي سنه ونص تقريبا، ما عم برقص ابدا. هلا هيك لما لبست الشوز حسيت انه مش معقول، عايزة أعمل هالشي، إنه it's a need مش إنه passion، it's a need. أوكي، هيدا البريس اللي لبسته أول ما اكتشفت إنه معي سكوليوز. كنت ألبسه 23 ساعة بالنهار، يعني عندي بس ساعة أشلحه فيها، وكنت سميها ساعة الحرية. هلا رحنا على مسرح مونو نحضر play lies and likes. نغرمو نغرمو بالشي اللي عم تعملو، عطوه من كل قلبكن. fall in love عن جد، لأنه قد ما يكون في obstacles وعقبات بحياتكن، إذا ما في passion ما بتوصلوا. فدايما خلوا الباشن دايما يتغلب على كل المصاعب يلي معقول تواجهكن. so نغرمو نغرمو نغرمو.